مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. أنا كيندا الكاتب وعم تتابعوني عبر قناتي المختصة بعالم الرقميات. اليوم الفيديو مخصص للناس اللي حابة تعرف كيف بتحقق الأرباح. هي الموضوع اللي نحن حنحكي عنه اليوم بالفيديو. شروط الربح من اليوتيوب، لازم نروح على يوتيوب ستوديو، بندور عليها أونلاين أو بننزل التطبيق، ومن هون ندخل على صفحتك على اليمين، ننزل لتحت على القائمة بالتخصصات. شروط الربح الأولانية لازم تكون عندك إياها وتحصل على الأرباح وتكسبها. لازم يكون في عندك 4000 ساعة ومليون مشاهدة على الفيديوهات الشورت و1000 سبسكرايبر، كثير مهم. المكان والإقامة، البلد اللي أنت متواجد فيها كمان مهم. عالم اليوتيوب مليء بالإمكانيات المثيرة، هنيك في مجموعة كبيرة من القصص والأفكار والمحادثات اللي يمكنك الغوص لتكتشفها. مهما كانت اهتماماتك، لهيك حبيت انقلكم بشكل سريع بعض الميزات الموجودة باليوتيوب واللي بتسهل عليك انك تلاقي اللي انت عم تبحث عنه، والتحكم بشو اللي حتشوف، والسياسات والارشادات الواضحة والمتناسقة من قبل اليوتيوب. اشرح لك شو هو مسموح وماذا يمكن ان تفعل اثناء وجودك على اليوتيوب. بتساعدك تحصل على أفضل تجربة ممكنة على اليوتيوب. إذا أنت حابب تتعلم وتتواصل مع الآخرين أو إنشاء شيء بخصك، بتساعدك جميع الميزات على العثور على المحتوى اللي أنت بدك إياه. مثلاً أنت بتبحث عن شيء لمشاهدته، بتحب تحقق أحد الفيديوهات الترند أو القنوات اللي تشترك فيها لمنشئي المحتوى اللي بتعرفهم وبتحبهم، حتى تكتشف ما هو شائع بالمجتمع. بينما تتضمن الميزات مثل لوحات معلومات وترند وأخبار عاجلة، حصولك على الأخبار والمعلومات من مصادر موثوقة من خلال استخدام معلومات حول ما يعجبك وماذا تحب أن تشاهد. هناك أيضاً أن تجعل صفحتك الرئيسية على اليوتيوب مناسبة إليك، يعني اللي بيوجد على صفحتك ما بيوجد على صفحة تانية. يمكنك كمان إنشاء تجربة مشاهدة بتناسبك بشكل أفضل. أثناء استكشافك عالم اليوتيوب الواسع، رح كون صريحة معك، رح تشوف شغلات ممكن ما تعجبك ويمكن ما توافق عليها، وأشياء ممكن تكون مو مناسبة لاعتباراتك. بدك تاخذ بعين الاعتبار انه منصة اليوتيوب فيها كثير من الأصوات، تحتوي على مجموعة واسعة من وجهات النظر والآراء، بس فيها الحماية الكاملة لك ولغيرك، والسياسة والمعلومات بتأدي لحمايتك وعملية إزالة المحتوى الذي ينتهك هاي السياسة. إذا أنت بتفكر تنشر محتوى أو مقطع فيديو، لازم تعرف كيف عمل النظام، يعني حقوق النشر والطباعة الخاصة بقناة اليوتيوب لحماية حقوقك وحقوق الجميع وتفريغ الإبداع. بينما إذا أنت مهتم بكسب المال، تحتاج أيضاً إلى معرفة السياسة الخاصة لتحقيق الدخل. تحتاج أيضاً إلى معرفة السياسات الخاصة بتحقيق الدخل وإرشادات المحتوى المناسب للمعلمين، ولازم تراجع سياساتها باستمرار وتعرف الميزات الجديدة. ولا تنسى أنك لازم تضيف AdSense، هو حساب منفصل عن يوتيوب وعن جوجل، ضيفه على القناة لتحصل على الأرباح. شكراً كتير لمتابعتكم معنا عبر هذا الفيديو، والفيديوهات السابقة اللي شفتوها وإذا ما اكتشفتوها ضمن الليست موجودة لتعرفكم أكثر على كيف بتصنعوا اليوتيوب، بتدمجوا اليوتيوب وبترفعوا عدد المتابعين أكثر وتنشئوا قناة متفاعلة وفيها العديد من المزايا. إذا أنتوا عم بتتابعونا عبر هاي القناة، فنشكركم ونشكر وقتكم، ولا تنسوا دائماً تضلوا بألف خير.